انا من انا عم انس بن جهيبه، بنهضر لكم على واحد القضيه دابا وقعت، انه تعرض للسرقه محاوله القتل العمد من طرف واحد الصديق ديالو اللي جاب ليه واحد السيد اخر واستدرجوه للكراج ديال الدار ديالهم وضربوه للراس بالبينسا وضربوا الاخر بجنويه، وكانوا غادي يلوحوه لولا اقدار الله، كانوا غادي يلوحوه تقوا عليه باش يلوحوه لولا اقدار الله، سلط عليهم الاب ديال واحد فيهم هابط يصلي الجمعه. الواقعه وقعت سيدي، كانوا قالوا لي راه كاين واحد السياره للبيع، جا شافها، هادي شافها بشي ايام قبل، عجبتو، تفاهموا على الثمن مع موالها ماشي ديال هذوك الناس ديال شي وحدين اخرين، تيقول لهم الغد لي تيقول لي واش نجي للسياره، تيقول لي بلاتي بلاتي راه مولاها ما كاينش ما كاينش، حتى الجمعه بداو تيعيطوا لي هما دوك صديق ديالو مع صاحبو تيعيطوا لي تيقول لي جي راه صافي مولاي السياره راه كاينين جيب الفلوس. جا السيد على نيه خلى شغلو، لان السيد تيدير شغل اخر مقاولات تيدير البني، خلى شغلو وجا يجري باش يعطي الناس الفلوس ويتكاتب معاهم ويهز السياره. جا عندهم للدار، طلعوه للدار تيقول لهم فينا السياره، تيقول لي اسيدي السياره راه ماليها راه باقي معطلين شويه راه غادي يجيو شويه. قال لي يلاه اخويا شوف واحد السياره راه تحت قلب علينا كي دايره من نوع بي ام. هبط معاهم لتحت، دار اماش الطوموبيل، حل الكابو، تكيا لي تك هو يعطيه صاحبو بينتا للراس، طاح. جا صاحبو لا جا الاخر ضربو بجنويه، طاح مسكين، طاح تيسمع فيهم تيقول لي انا فين غنلوحو فين غادي نلوحو لولا اقدار الله. هبط باه للجامع هو واحد الاخ ديالو، تيسمع فيهم هابطين تيقولوا عتقوني عتقوني، هو يلقاو شدوه غسلوا الدم، دخلوا الطوموبيل ديال انس بن دهيبه من الزنقه، دخلوها غسلوا الدم، هزوه بربعه في الكوف وحطوه في الكوف وسدو عليه وخرجوه داو داو لاحو في لوبيطال في السبيطار كلينيك الضحى. الضحى دابا خصنا نشوفو هاد السبيطارات واش اللي جابو ليه شي واحد مريض ما تياخدوش من عندو لاكارت، ما تياخدوش من عندو هادو، خصنا نعرفو توضيحات لهادشي، واش حنا في غابة اولا اللي نجيو نلوحو واحد ويمشي. ومن بعد السبيطار اللي عيط الام ديالو، الام ديالو كان عندها اجتماع، هي موظفة في العمالة، عيطوا لها قالت لهم انا راه عندي اجتماع، اتصلت بيا انا كنت مسافر، قلت لها انا راه باقي مسافر الله غنشد الطريق لكازا، قالت لي قلت لها شي باس ما كاين، قالت لك لا راه انس واكل شي حاجه مسمومه، قالت جي راه بغيتك توقف عليه، قلت لها انا راه باقي مسافر. جات ملي جات لقات الهضره مغايره داكشي اللي قالوا لها في الكلينيك، وحاليا راه مشدود واحد هو وخو اباه، وناكر بالله راه كاين معاه صاحبه، صاحبو اللي ضرب بالموس وتينكر، والسيد مضروب جوج ضربات وتيقول لهم انا دفعته وطاح، انا تنطلب من العداله تاخذ الحق لينا فيه فهادشي وحقه مزيان فهادشي. والسيد داو ليه 38 مليون اللي داوها ليه، وهادشي هادشي اللي تنقولوا راه كله صداقه، هادي بنادم باش يعرف راسو مع من تيتصاحب، حيت الصدقة ولات ما بقاش صدقة في هذا الوقت، ولا الغدر. هذا صديق ديالو استدرجو للدار ديالو وجاب ليه واحد قتال، لأن الدري راه باقي لدابا باقي واش غادي يعيش أولا غيحيا، أولا تلا عاش غادي يعيش مشلول، واش هادي طيحة ديال دفعتك؟ وراه مضروب والدري راه مضروب في النخ، توشي ليه النخاع الشوكي ديالو ديال العنقره ديالو، وحنا تنطالبو من العداله باش تجيب باش يحقو في هذاك الثاني، هذاك القتال المحترف، القتال المحترف لان الضربه اللي ضرب بها بالسيف راه مشات ليه النخاع الشوكي ديال الدري، دابا راه مشلل ويقدر يعيش او يقدر يمشي او تكون عنده عاهه مستديمه. وتنطلب من سيدنا، تطلب من سيدنا يطلب منهم يجيبوا لنا هذا القاتل اللي غيبقى يقتل لنا في عباد الله وفي ولادنا. وهاد الضربه ديال السيف اللي مغروزه راه ماشي ديال شي واحد عادي، ديال انسان محترف،
وعلى اللي دابا اللي تنطالب من العداله وتنطالب من العداله وتنطالب من العداله. هاد السيد المحتئد اللي ولينا به هاد السيد، لان هاد السيد راه غتلقاه داير بزاف الجرائم، ولا غادي يدير بزاف الجرائم، لان ضربات ديال الاحتراف ماشي ضربات ديال شي واحد غلط ولا هاوي. والسلام عليكم. نقولها لك صريح العباره، حتى لو تنازل الاسره ديالو عن حقه، حنا كاولاد دربهم، حنا كاصدقاء ديالو، حنا كخوتو، حنا ما غنتنازلوش. هادشي راه حشومه وعار، عار وحشومه. هذا انتقام من سائق سياره الاجره من صنف كبير. حنا لا معنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.